لسه عندنا يعني كلام كتير جدا عن الدوريات الأوروبية، عندنا كمان يعني كمان عندنا يعني خاصة الدوري الإنجليزي زي ما بقول لحضراتكم، احنا دايما بنحب أولادنا ودايما بنتابع محمد صلاح تريزيجيه، لكن محمد صلاح بصراحة يمكن زي ما بقول لحضراتكم من خلال الصحف دلوقتي في إنجلترا الكل مهتم جدا بمحمد صلاح، محمد صلاح بيكتب تاريخ كبير جدا، محمد صلاح بيحرز للموسم الرابع أو الخامس على التوالي في افتتاحية البريمير ليج، ريكورد ما اعتقدش حد حققه. نتكلم كمان على محمد صلاح، يمكن كان فيه قبل البريمير ليج انتقال صلاح لباريس سان جيرمان، هل محمد صلاح هيروح ريال مدريد هيروح برشلونه؟ النهارده يمكن زي ما بقول لحضراتكم اداره ليفربول وطبعا يورجن كلوب والعلاقه الطيبه جدا جدا، وقد ايه مؤمن هذا المدرب بامكانيات محمد صلاح وعارف ان هو قوه ضاربه في ليفربول، بيجددوا عقده. محمد صلاح لسه عقده ممتد لكن هيمددوا هذا التعاقد كمان لفتره طويله حفاظا على محمد صلاح اللي اعتقد يمكن ان شاء الله باذن الله السنه دي كمان يحقق يمكن بعد احرازه هدف في المباراه الافتتاحيه، كمان محمد صلاح باذن الله يكون هداف البريمير ليج السنه دي ويشرفنا ويكون كمان انعكاسه طيبه جدا جدا على منتخبنا القومي اللي هيستهل طبعا بطوله افريقيا قريبا. زي ما بنتكلم على محمد صلاح كمان بنتكلم على تريزيجيه، يمكن استون فيلا بعد رحيل جريلتش الى المان سيتي يمكن كانت بدايه سيئه شويه، لم يشارك طبعا تريزيجيه، لكن زي ما بقول لحضراتكم الدوري الانجليزي دوري قوي جدا جدا، يعني كلنا متابعينه وكلنا بنحبه علشان خاطر محمد صلاح، ولكن يبقى اقوى دوري في العالم. كمان هنتابع مع حضراتكم يمكن ما اتكلمناش الاسبوع اللي فات على الدوري الالماني واللي كان ليا الشرف ان انا كنت موجود فيه. الدوري الالماني فيه ظاهره يعني طلعت السنه اللي فاتت اسمها هالاند، هالاند ده يعني ظاهرة يعني أنا في اعتقادي الشخصي كمان خلال السنتين ثلاثة اللي جايين هيكون من أفضل أو أفضل لاعب على مستوى العالم. هالاند مع المباراة الافتتاحية كمان مع دورتموند كان بيقدم أداء أكتر من رائع، عمل ثلاثة أسيست وجاب يمكن هدفين، في كانت ملحمة كبيرة جدا فوز دورتموند على فرانكفورت بخمس أهداف مقابل هدفين. هالاند بيعمل ثلاثة أسيست بيحرز هدفين، بيفكرنا الاسيست والهدفين بيفكرنا ونرجع للدوري الانجليزي بما قدمه بوجبا، بوجبا لاعب طبعا المان يونايتد، وقد ايه كان كمان كان في كلام عن انتقال بوجبا لريال مدريد، هل ينتقل لباريس سان جيرمان هل ينتقل لريال مدريد، لكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم يمكن بيقول لنا على الايربيز كمان في خبر عاجل يمكن زي ما كنت بكلم مع حضراتكم، هل يجمع باريس سان جيرمان الاسطوره ميسي ورونالدو في فريق واحد؟ اعتقد ده هيكون قريب جدا جدا، وزي ما بقول لحضراتكم يعني لو هذا الثنائي تجمع لباريس سان جيرمان مع وجود مبابي مع وجود لعيبه على مستوى عالي جدا، اعتقد باريس سان جيرمان ما عندهاش بقى خلاص عندهاش حجه عدم الحصول على الشامبيونز ليج. ويمكن احد الخبراء في كره القدم العالميه قال الانتقال رونالدو مع ميسي لباريس سان جيرمان، قال لك لو انضم ميسي لباريس سان جيرمان وفي وجود ميسي وهؤلاء اللاعبين وهذا الكم من السبورت من يعني السبورت المالي، اعتقد على باريس سان جيرمان ان لم يحصل على هذه البطوله فيقفل ابوابه افضل يعني. لكن يعني كمان المفاجأة كمان اللي حصل يمكن لسه أعلن الويفا دلوقتي إن كريستيانو رونالدو وميسي لن يكونوا متواجدين على مستوى الجوائز الأفضل في العالم أو في أوروبا. اعتقادي ده كمان خبر أعتقد ما سمعناهوش من زمان، يعني خلال العشر سنين أو 15 سنة اللي فاتت كان دايما ميسي ورونالدو على قمة هؤلاء الجوائز ودايما متواجدين. فالنهارده ودلوقتي بنتكلم على كانتي وعلى جورجينيو وعلى طبعا واحد من الثلاثه، جورجينيو طبعا احد لاعبي ودي بروين، طبعا بنتكلم على كانتي على دي بروين، دول من الناس المرشحه للحصول على جوائز. لكن المفاجاه الكبيره زي ما بقول لك ان هذه الجوائز او هذا اللقب لا هيحصل عليه ميسي ولا هيحصل عليه رونالدو، وده اعتقد ما حصلش من سنوات طويله جدا جدا. هل فعلا رونالدو وميسي خارج سباق الافضل في العالم خلال السنوات اللي جايه؟ ده يمكن هنشوفه من خلال متابعتنا هنا في المحترف مع الدوري الايطالي وجود رونالدو مع اليوفنتوس، مع الدوري الفرنسي وجود ميسي مع باريس سان جيرمان، كل ده هنعرفه هنا من خلال المحترف. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع مره تانيه نكمل حوارنا في المحترف.